اذا المحركات هادو اللي جاو في السيارات هادو يكون صعب النحيه، يعني باش تنحيه ضيق ما تلقاش منين تخدم من فوق ولا من تحت، يطلب لها يخدم بالعقل وما يتقلقش هكذا ما يوضرش لي بولون ما يطاريهمش ما يكسرش دي كومبوزون. سورتو لي موتور هادو ال 20 سنه الاخرى فيهم بلاستيك بزاف، الكوليكتور بلاستيك، البوشون بلاستيك، الكاج بوشون بلاستيك، وهذا سي سي ان بروبليم. هذا الناحيه يديروا طبعا المحرك هذا بلاستيك يطلع، هذا يديروا شنو يعمل الموتور باش ما يكونش ما تخلوش غبره، سون تكنيك دو ستوكاج، لان الغبره غالبا ما يكون فيها لو صاب، لو صاب فيه الدجاج، الدجاج هو العدو الواعر رقم واحد للي شوميس، فلهذا ينصح دائما المحرك كي نخزنوه لازم يكون مغلوق باش ما يدخلو حتى غبره. فوالا ها هو الموتور بالطريقه ديال ديال فوالا الموتور مضبوط يضمن لنا حاجه اسمها الدقه في التوزيع، الدقه في التوزيع مصطلح هذا شو عليه مليح، لانه كي تكون الدقه في التوزيع يكون واحد التناسق هنا بين دي زربركه كيعاود يخدم ادميسيون اي شاكون، يعني كل حاجه في وقتها. ها ودي تركيب المحرك سهل بالنسبة للناس اللي تخمم بعقلها، الناس اللي ماشي قلقانة، لأنه في أي لحظة تقدر تنسى حاجة تحتمك تعود وراء الخدمة تاعك بمرحلة أو مرحلتين. بدينا والمحرك حسيت أنه يستنى دوره، حسيت أنه عطشان يركب على السيارة، حسيت بلي كاين إعجاب بين هذا المحرك وتلك السيارة، حسيت وقريت بين الأسطر ذلك الإعجاب اللي كاين بيناتهم، حتى أنا كنت استنى تلك اللحظة اللي تهز المحرك هذا يتركب في الطوموبيل هذيك، كنت نتحدث مع المحرك وفهمه باللي راهو يقول زربوا علينا خليونا نطلعوا الطوموبيل ونفعوها. بدينا على كل حال قطعة بقطعة من لي كوليكتور لي فليكسيبل لا تيوتري والفريق الآخر اللي كان مع الميكرا، نوعدكم مستقبلا نديروا حتى فيديو على الميكرا، كان الفريق عاون الآخر غير باش نمشيو ونسلكوا ونخرجوا كلا السيارتين، ولكن كنا عارفين بأن الوقت ما كانش في صالحنا. بدا الموتور يلبس الفلوموتور وبدات المعالم تظهر وبدا يبان وبدا الشبه تاع المحرك يرجع محرك قطعه بقطعه، كاين قطع اللي طلبوا كيل وكاين قطع اللي طلبوا سياراج سبيسيال، كل قطعه وكيفاه، ولكن المحرك بدا يظهر ويزيد يظهر ويزيد يعطش ويزيد يعبر عن انه متعطش يطلع في السياره، متعطش انه يكون لتلك السياره. ونفس اللحظه اللي كنا نستناوها حنا جميعا، يعني الكارتير لكاش دوشان للبومبالبيل للفلتر لابومباو لابوم ديريكسيون لابوم هيدروليك ديسكو بلاطو لديوريت للترموستا للكابتور دونغ الاربراكام كابتور دونغ الفيل بروكا لافال بي بي في سي للمانو تاع لا تمبيراتور لا سوند دو تمبيراتور لا المانو بيا ماش كل القطع اللازمه، بقينا غير لي كوليكتور على جال باش نقدروا ندخلوا المحرك لانه ضيق ماشي حاجه سهله انك تدخلوا. بدا يدخل المحرك كوبلينا لو موتور ولا جملي بلا باطا فيتاس دخل في لابراكو، بدينا حطينا لي سيبور بدينا نطلعوا لي كومبوزون لو كابلاج موتور لي تيوتري كل حاجه في بلاصتها. كل مره لازم عليك تعاود تفيري في الخدمه اللي خدمتها ما نسيتش حاجه عود ارجع رانا في الكوليكتور واخر لحظات هنا. اي نعم اخر لحظات اصحاب البراشات يحسوا بها كي تكب الزيت في المحرك تشعر بذلك الشعور بتزيد تكب الماء، هنا كي يوصلوا السوائل تعرف باللي راك خلصت الخدمه، ما بقى غير الاحتفال. هذا واش بقى ما تنساوها الزملاء الميكانيكيين هي القرعه اللي ما سكروا كي يوصلوا الخدمه افتحوا هذا مكان على هذيك لي فيكو جي بي اللي راهي كاعو في باركينغ دو فيجور ان ريسك. ايوا هذه القرعه في اوريجينال هذه كونساي تنوض بسم الله نبي يقول بسم الله تنوض زعما تنوض تنوض يلا بسم الله ان شاء الله تنوض نوض 227,490 كيلومتر مبروك عليك 227,000 واحد اخرى بيان سور توجور مع الموتور تاعو المحافظه ان شاء الله تزيد تمشي 500,000 واحد اخرى ربي يجعلوك مربوح ان شاء الله موتور رينوف من اول كونتاكت هذه هي
على هذه اللي كنا دائما ناكدوا ونقولوا اذا كان التريسيتي نظيف الكابلاج دو موتور نظيف ان شاء الله سافا با دوري لونطون كيما هذه دابا فيها نهار. ولكن هذا الاسقاط ماهوش صحيح في جميع الحالات بين الطوموبيل تجي نايضه وتجي راكده سي ماشي كيف كيف. هذه هي وربي يصلحها ان شاء الله. ها هو الموتور يدور شعره وطون لي كورديونيتي مزال ما ركبناهمش غادي نجعلها لهم مربوحه ان شاء الله. ومشروع ثقه وتحياتنا للناس عطيكم الصحه. يزيدوا هاي القرعه محلوله هاي القرعه ها كش ما كاين ديبول كش ما كاين هكا ورب ها والموتور خاوتي ها والبيدوس دي اه. المهم في المعلومه هاي صاحبي دالها في الماء درك نزيدو نعت لكم التيداي خلاصت ها هو لا فال بي سي بي بزاف الناس يروحوا يريفيزي وهي لا فال هذه اللي فاسده خرج الزيت مع مع الهواء شوف اوكي فابيل زيد نحيل لاجور زيد نحيل لاجور ها الله يبارك موتور نحيل الله يبارك. قلنا على لا فال بي سي بي هذه لا فال هذه دورو تحت تخرج منها لا كومبريسيون باش تعاود تجي تحرق هنا ما تدخل في الكوليكتور تعاود تحرق تخرج في ليشافمون كي تفسد لا فال بي سي بي سي بي هذه تولي تخرج بالزيت بلا كومبريسيون اوتوماتيكمون الزيت كيدخل على لو بابيون يدخل لا شامبر دو كومبريسيون يتحرق تصرا كونسوماسيون دوي كي تصرا كونسوماسيون دوي يوليو يقولوا لك لي ريفيزيون ما صلحتش ولا الموتور ما يصلحش بار كونتر هذه لا فال بي سي بي هذه برك اللي عاوجه. دونك الناس يجوا ماذا بكم كي يجوا قبل ما تشرو موتور ولا قبل ما تورطوا روحكم في ريفيزيون عاودوا لا فال بي سي بي هذه اولا. امين صاحبي يعطيك الصحه زيد جو زيد نشوفوا تيدا على كل حال الموتور على خلاص الله يبارك هذا سبور ولا ايروفور ولا شي واحد الله يبارك الله يبارك هذه السيرفي تاعها السيرفي تاع الماء سيرفي ديريكت تما واش معناها معناها هنا كي نحيك الموتور ما عندها حتى معنى باش تقدر تحل ها ودي تحل المهم مي نحيل على جورج اكسيليري كل شيء نبيل اكسيليري كل شيء يشوف لا جورج يشوف بكل شيء ثاني هذه فيما يخص هذا تي دون قوي اكسيليري يا نبيل نزيدو نشوفو لهم الشاك ما ثاني الله يبارك ما شاء الله بارك الله فيكم يعطيكم الصحه خوتي. ماشي غير ناس 16 ناس 19 ناس 18 ناس 20 35 15 09 كاع الجزائر 58 ولايه مرحبا بكم. اذا عجبتكم الخدمه كيما هذه وعندكم شوفوا لي سايت 1.2 افيو سبور 1.2 16 في نيو سبارك 3 1.2 16 في ولا 1 لتر 16 في باسكو لي دو موتور لي بي 10 دي ان ولا البي 12 دي ان عندك شوفرولي وورك 1.300 الكاميونات نيزيتي با دو نو روندر فيزيت ارواح اخويا حطوا لكم موتور جديد وتنسى حاجه واسمها محرك. نعم تنسى حاجه واسمها محرك. السلام عليكم شكرا. هاي برا هاي هكذا طايره بالغاز ولا بليسونس بالغاز زيد دور على بليسونس واكسيليري لي انا بك نقول اكسيليري اكسيليري شوف القدمه تسخن لا زيت لا فابوريزاسيون ولا هم يحزنوا اه شوف روح اكسيليري اكسيليري لاريير سيارة ما شاء الله زيد اكسيليري بارك الله فيك يا نبيل بارك الله فيك يا امين شكرا جزيلا.